نهج البلاغة يمثل لنا التاريخ الصحيح، هذا التاريخ الذي عندنا تاريخ مزيف. أنتوا الآن تلاحظون كيف يزيف التاريخ، هاي الفضائيات ألا تزيف التاريخ؟ الآن هاي الفضائيات ما تحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد؟ شوفوا أمام أعيننا في هذا العهد، عهد العولمة، وسائل المعرفة متوفرة، فكيف في تلك العهود المظلمة؟ التاريخ الذي عندنا تاريخ مزيف، ونهج البلاغة يمثل لنا التاريخ الصحيح. ولعله من أسباب الحرب على نهج البلاغة هو هذا البعد. لاحظوا الخطبة الشقشقية، قديما كانوا يحفظون الخطبة الشقشقية، وينبغي على شبابنا أن يحفظوا هذه الخطبة. الخطبة الشقشقية تمثل التاريخ الصحيح. كتب علي إلى معاوية تمثل التاريخ الصحيح وتكشف تلك الحقبة المظلمة.